عافية عليكم أهلنا العراقيين، إن شاء الله تكونون بخير وسلام ومحبة. أخوتي الأكراد، أنتوا ضايجين من عندنا؟ يعني ما تحبونا؟ يعني بس احنا نحبكم، كلش نحبكم، متزوجين من عندكم أو تزوجنا من عندكم، وصرنا زاد وملح مع بعض، يربطنا التاريخ، تربطنا الجغرافيا، تربطنا المحبة. ما علينا بالأنظمة اللي فاتت، أنتوا تحبونا لو لا؟ زين إذا تحبونا غير هو الحب سلوك يعني؟ ألف عافية عليكم الاستقلال، إذا استقليتوا من حقكم كدولة تستقل يعني على ضوء القومية والعنصرية، من حقكم تستقلون. دولة كردية تصير كردستان، دولة كردستان من حقكم. بس ما تعتقدون انه التوقيت شوية غلط؟ يعني انه العراق دا يمر في مرحلة جدا خطرة ومرحلة مؤلمة جدا في قتال داعش، عذرا لل خيال او الظل اللي تشوفوه. يعني ما تعتقدون انه التوقيت غلط؟ يعني كان ممكن انه تنتظرون ورا ما نطرد داعش بشكل تام، ورا فتره سوون استفتاء يعني. بس احنا نحبكم، انتوا اذا ما تحبونا احنا نحبكم. ما علينا، قلت مثل ما قلت بالانظمه السابقه سوت ما سوت، بس احنا نحبكم. كل الزين تعرفون انه احنا نحبكم، يا هاي المشكلة. انتبهوا من الصهيونية، انتبهوا من الصهيونية، فرحتكم هذه ويا الصهيونية ما راح تدوم، ثقوا واعتقدوا. لان انا كل الزين اعرف تقاليدكم شن هي، تقاليدكم راقية جدا، وجذوركم عالية جدا وممتدة بالارض، ما ممكن تتغير، ما ممكن، ما ممكن. احنا نحبكم، وهاي نحبكم. سر تشاو، هرب يجي بخوة، الله يحفظكم ان شاء الله، وتنالون اللي انتو تردوه، بس التوقيت غلط، عذرا التوقيت غلط اخوتي احبتي. تحياتي لك كاميران رؤوف، تحياتي لك ميديا، تحياتي لك شمال نيجارة حبيبتي أختي العزيزة، تحياتي ماي فرماسك، تحياتي لكم كاوة، تحياتي لك. أحبكم هواية أني، كلش أحبكم، تحياتي لكم محبتي لكم. بس التوقيت غلط يا شباب، التوقيت غلط. ما أعرف، محبتي لكم، تصبحون على خير.